افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو اللقاء الثاني والعشرين من سلسله افلا تذكرون تذكرنا خلال لقاءات ماضيه حول اسرار الوقت هذه النعمه التي سيحاسبنا الله عنها وسنسال عنها احببت ان اقدم لكم ما يقوله العلم الحديث حول اداره الوقت وكيف يتفوق القران الكريم والسنه المطهره على كل ما كتب حتى الان لان اداره الوقت في القران الكريم هدفها الدنيا والاخره فلذلك سوف تحقق لك سعاده غامره لا يمكن ان تشعر بها الا مع كتاب الله وكلام نبيه عليه الصلاه والسلام. اما الكتب البشريه فكلها تسعى لشيء واحد وهو كسب المال والحياه الدنيا فقط. توقفنا ايها الاحبه في اللقاء الماضي عند قضيه مهمه جدا وهي الاستخاره. الاستخاره قلنا <applause> انها توفر عليك الكثير من الجهد والوقت وتوفر عليك صعوبات اتخاذ القرار فعندما تتوكل على الله وتستخير الله سبحانه وتعالى سوف تجد ان لديك وقت فراغ كبير تستثمره في اشياء اخرى لن تضيع وقتك في هل اخذ هذا القرار ام لا اخذه وفي دراسات جانبية ربما لا تغني عنك شيئا أخي الحبيب عليك بالاستخارة فهذه أعظم طريقة لكسب الوقت ولاتخاذ القرار الصائب كل شيء تقوم به بعد الاستخارة سيكون ناجحا مئة بالمئة ولو كان ظاهريا خاسر ظاهريا لأن ليس كل الخسارات هي خسارات هناك خسارة تكون أول خطوة على طريق النجاح، فهي جزء من النجاح. كل عمل لا تستخير الله به فأنت معرض للصواب والخطأ، هذه القاعدة ينبغي أن تضعها في دماغك. الاستخارة سوف توفر وقتك، لأنك إذا اعتمدت على نفسك فقط ستخطط وتفكر وتحسب وتغرق نفسك في حسابات ربما يعني في نتيجتها يكون قرارك خاطئا بينما الاستخاره ماذا تعني؟ تعني انك سلمت الامر لله هو الذي سيتخذ القرار هل تصورتم معي ايها الاحبه اليوم اي مشروع لشركه هناك دراسات جدوى هل انفذ هذا المشروع ام لا انفذه؟ ويدفعون الملايين لدراسات الجدوى، لكي يخبرك من يقوم بهذه الدراسة هل هناك جدوى اقتصادية من هذا المشروع؟ هل هذا المشروع رابح أم خاسر؟ وبالتالي تدفع شيئاً من المال مقابل ألا تخسر خسارة كبرى. أنت في كلتا الحالتين خاسر، يعني أنت تدفع للشركة التي تقوم بدراسة الجدوى فإذا اخبرتك بان هذا المشروع فاشل فتكون قد خسرت المبلغ الذي اعطيته كاجور للشركه التي قامت بهذه الدراسه دراسات الجدوى الاقتصاديه ووفرت يعني تعتبر وفرت خسارات كبرى فيما لو اقدمت على هذا المشروع الفاشل ومن الممكن هذه الشركه التي تقوم بدراسه الجدوى ان تخبرك بان هذا المشروع رابح وبالتالي ايضا ستربح مهم ايها الاحبه الاستخاره توفر عليك كل هذه التكاليف طبعا نحن لا نقول انت اترك الامور واهمل ولا تدرس ولا تفكر لا ابدا انت فكر وادرس وخطط ولكن اترك القرار بيد الله منطقه اتخاذ القرار هنا ايها الاحبه في الناصيه هنا مقدمه الدماغ هذه الكتلة الكبيرة من الخلايا التي خلف الجبهة مباشرة فيها يتم اتخاذ القرار وتسمى الناصية. ناصية الشيء هي اعلى ومقدم الشيء. يعني اعلى ومقدم الراس هي الناصية. هذه الناصية فيها يحدث اتخاذ القرار. لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام نتذكر انه كان له دعاء عظيم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، فكان يسلم ناصيته لله تعالى وكأنه يقول يا رب انت اتخذ عني القرار الصحيح. وهل الله يخطئ سبحانه وتعالى وهو خالق الكون ومقدر الاسباب؟ كذلك في قصة سيدنا هود عليه السلام عندما خاطب قومه ماذا قال لهم؟ قال عندما اراد ان يتخذ قرارا لانهم لم يستجيبوا له ولم يعرف ما هو القرار الذي سيتخذه قال لهم: اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الارض ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم الله لا يخطئ فاذا اسلمت ناصيتك لله فانت بهذه الطريقه كانما ضمنت مئه بالمئه ان القرار سيكون صحيحا لان هذه الناصيه قلت يا رب انا ساسلمك هذه الناصيه وانت تضع فيها القرار المناسب لذلك أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أسرار الاستخارة أنه أمرنا بصلاة ركعتين بتدبر وخشوع من غير الفريضة الصلاة ثبت علميا هناك باحث أمريكي اسمه نيوبرغ أثبت علميا أن الصلاة من أي نوع مجرد التأمل والخشوع و تلاوة الصلوات حتى على الطريقه البوذيه تنشط منطقه الناصيه، يحدث فيها نشاط. فكان النبي عليه الصلاه والسلام اراد لنا ان ننشط هذه المنطقه قبل ان نستخير الله. ننشط منطقه الناصيه بركعتين خفيفتين ولكن بخشوع وتامل وتدبر لان الله امرنا بالخشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فامرنا بهذا الخشوع لننشط هذه المنطقه منطقه الناصيه تنشط اثناء الصلاه فعندما تستخير الله تبارك وتعالى تجد نفسك اكثر قدره على اتخاذ القرار السليم والصائب والذي يجنبك الكثير من الخسارات او الخسائر سواء كان قرارا بالزواج او بالعمل او بشراء مسكن أو حتى الأمور البسيطة جداً شراء موبايل أو شراء كمبيوتر أو يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم لأصحابه رضوان الله عليهم الاستخارة في كل شؤونهم يعني حتى الشؤون الصغيرة استخر الله ستجد أن حياتك كلها أصبحت منضبطة وفق مرضات الله عز وجل وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى وهل هناك أجمل من إنسان الله هو الذي يقوده يعني نحن اليوم آه نلجأ لطرق وأساليب لنهتدي بها في ظلمات هذا العصر هل هناك أجمل من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك على اتخاذ القرار هذا الامر ايها الاحبه سيوفر الكثير والكثير من الوقت، لماذا؟ لانك بدلا من ان تنهك نفسك بالتفكير تدرس الموضوع جيدا ثم تستخير الله عز وجل وتتخذ القرار والله تعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، خذ قرار قوي رجال الأعمال الذين حققوا الثروات هائلة بالمليارات معظمهم يقولون نحن كان لدينا اتخاذ قرارات سريعة أحد أسرار النجاح كما يقول علماء النفس اتخاذ القرار السريع وعدم تضيع وقت كبير في اتخاذ القرارات ولكن القرار السريع هذا يعر... نسبة التعرض للخطأ تكون كبيرة جداً نحن في الاسلام ليس لدينا شيء اسمه قرار سريع لدينا انك تقوم بتاخذ بكل الاسباب وكل الاحتياطات وكل الدراسات وتفكر بشكل كامل ولكن انت في داخلك ان الله معك الله سيهديك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الهدايه هنا ايها الاحبه ليست هدايه باتجاه الصلاه او الصيام او اعمال البر لا لا الهدايه هنا هدايه حتى في عملك حتى في مشروعك حتى في دراستك يهديك الله لقراءة الشيء المناسب لكي تنجح في هذا الامتحان مثلا اذا كان لديك امتحان. يهديك الله للشريك المناسب اذا كنت ستشارك انسان في تجاره ما. يهديك الله عز وجل إلى المرأة المناسبة إذا كنت مقبل على مشروع زواج ومحتار ماذا تعمل؟ فالهداية هنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لا تقتصر على الإيمان والكفر أن يهديك إلى الإيمان، بل يهديك في شؤون حياتك. الله سبحانه وتعالى يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالانسان قد قد سخر الله له النجوم ليهتدي بها في التوجه. أه سخر لنا وسائل كثيره للهدايه، سخر لنا الشمس في النهار لنهتدي بها، ضوء القمر في الليل لنرى في الصحراء ونهتدي به. فوسائل الهدايه كثيره وكلها بيد الله. اذا شرط الهدايه الايمان بالله. كلما آمنت بالله أكثر وجدت إيمانك تجد أن الله يهديك هذه الهداية لها ثمن أيها الأحبة لها ثمن في الوقت يعني أنا لدي 24 ساعة في اليوم إذا كنت سأضيع هذه الساعات هنا وهنا وفي التفكير وكذا سأتلف الكثير من الوقت ولكن عندما أستخير الله عز وجل وأخذ قرار مباشر وأتوكل على الله وفرت 90% من الوقت والجهد لاعمال اخرى او لاشياء اخرى، لذلك انا شخصيا عندما احتار في اي عمل، هل اقدم عليه ام لا اقدم؟ ماذا افعل؟ الجا الى الميزان القراني، قوانين القران. يعني مثلا هناك عمل احب ان اقوم به. الجا الى القران وانا متردد. هل يتفق مع منهج القرآن هل هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى هل يتفق مع منهج النبي عليه الصلاة والسلام فأضع هذه الأشياء أمامي ثم أخذ القرار بناء عليها إذا كان فيه مخالفة فيه معصية لله عز وجل يعني مثلا إنسان قد يفكر أن يأخذ قرضا من البنك بنك ربوي وأنت مضطر لمبلغ معين والبنك يقدم لك تسهيلات ولكن أنت محتار هل تأخذ أم تؤجل شراء هذا المسكن إلى سنة قادمة أو سنة ثالثة أو رابعة وتبقى في حالة تدفع أجرة المنزل فأنت محتار تعتبر أن هذا المبلغ هو خسارة بالنسبة لك الذي تدفعه فتريد ان تتخلص من هذا الواقع وتاخذ قرضا وتشتري هذا المسكن. ارجع الى القران، عندما نرجع الى القران اجد ان الله سبحانه وتعالى يقول لي آه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. واجد ايه اخرى تقول لي فان لم تنتهوا يعني عن عن الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، تجدني ارجع الى الوراء وافكر واجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا، اذا هذه قواعد تجعلني اتخذ القرار الصحيح بسرعه وابقى على الوضع الراهن لا اخذ قرض، لماذا؟ لانني اعلم ان الله الذي رزق هذا مسكن ورزق هذا اراضي، ورزق هذا ملايين ومليارات، قادر ان يرزقني. فلا ايأس من رحمته عز وجل، وبالتالي اتخذ قرار سريع ومناسب وأوفر الكثير من الوقت، واقول سانتظر حتى يغنيني الله من فضله. طبعا وهذا الامر قد كان ايها الاحبه، يعني هناك تجارب لو اراد الانسان ان يقصها لا... لاحتاج إلى مجلدات دائما الثقة بالله عز وجل تعطيك نتائج صحيحة طبعا أيها الأحبة هناك قاعدة مهمة تقول لا تحمل حقدا على أحد مهما بلغت إساءته لك بل سلم الأمر لله سبحانه وتعالى وضع نصب عينيك ان الموت قريب وينبغي ان تصفح وتعفو وتغفر وتاخذ المزيد من الحسنات ثمن عفوك لان هذه الدنيا تافهه لا تستحق ان تحقد فيها على احد وتضيع وقتك في الحقد والتفكير بالانتقام وغير ذلك بل ادعوا الله لهم بالهدايه، من اساء اليك ومن ظلمك ومن اعتدى عليك ومن اساء اليك ومن اذاك اتبع منهج القران ومنهج الصابرين ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راس الصابرين. الله يقول: فمن عفا واصلح فاجره على الله ويقول ايضا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن ما هو ما, ما الذي يريده الله منا من حقك ان تعاقب تماما بنفس ما عوقبت به ولكن ما هو الافضل يقول تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يعطيك الله المستوى العادي البشر العادي يعطيك مستوى الصابرين والمستوى العالي جدا الذي سيوفر عليك الوقت الذي ستنفقه لتعاقب أو لتنتقم أو لتثأر أو كذا إذا العفو والمغفرة يوفر عليك الكثير والكثير والكثير من الوقت احفظوا هذه الآية جيدا أيها الأحبة رددوها في أي موقف مزعج فمن عفا وأصلح فاجره على الله هذه قواعد ايها الاحبه لا تجدونها في اي طبعا هي موجوده ولكن بشكل اخر التسامح موجود في كل كتب اداره الوقت التسامح عنصر اساسي لتعرف كيف تدير وقتك العفو عن الاخرين عنصر اساسي عدم الرغبه بالانتقام من الاخرين عنصر اساسي في فن اداره الوقت اخيرا ايها الاحبه اينما جلست حاول ان تقلب الحديث وتغير الحديث باتجاه ذكر الله والقران والعلم النافع وبطريقه غير مباشره بهذه الطريقه تستطيع استغلال الوقت في علم نافع يرضي الله تعالى اليوم معظمنا يجلسون فيتحدثون أحاديث والله ستكون حسرة علينا يوم القيامة أهل الجنة عندما يندمون على لحظة من الدنيا لا يندمون إلا على لحظة لم يذكروا فيها الله عز وجل تخيل أنك عندما تذكر الله وذكر الله لا يعني أن تقول فقط الله 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 أو لا إله إلا الله لا أنت عندما تستمع إلى معجزة علمية، تستمع إلى معلومة، معلومة قرآنية وتوصلها لغيرك فهذا أحد أنواع ذكر الله. عندما تبين لشخص مدخن مثلا أضرار هذا التدخين وأن الله يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وتبين له ذلك هذا هو جزء من ذكر الله اذا ذكر الله واسع ولا ذكر الله اكبر اكبر من حيث الاجر والثواب واكبر من حيث ايضا المساحه والمجالات التي تستطيع ان تتحدث بها في ذكر الله سبحانه وتعالى لذلك عندما تكون جالسا في اي مجلس يتحدثون عن غلاء الاسعار، عن امور تخص الحياه العامه، امور تخص مثلا القضايا الاجتماعيه، او اشياء اخرى، حاول انت عندما تكون في هذا المجلس ان تغير هذا الحديث وتطرح اسئله تتعلق مثلا باعجاز القران، بتفسير ايه من ايات القران، بتفسير كلمه من كلمات القران. وتغير هذا الحديث لان الملائكه سوف تاتي على الفور الملائكه ملائكه الله يطوفون في هذه الارض يتتبعون مجالس الذكر عندما يجدون شخص يذكر الله تعالى تجد الملائكه تحفهم وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تعلمونه جميعا كيف ان الملائكه تحف مجالس الذكر وأن الله تبارك وتعالى يغفر لهم يعني أنت عندما تذكر الله في مجلس وتغير هذا الحديث التافه الذي يتناولونه أو نتناوله معظمنا حديث تافهة لن هل ستواجه بها الله ستقابل بها الله يوم القيامة ستقول يعني, يعني صحيفتك يوم القيامة عندما يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا الكتاب ماذا تملاه؟ تملاه كلام فارغ عن امور حياتيه يوميه تذهب وتنتهي وتتغير. املا هذا الكتاب بذكر الله تبارك وتعالى هذا هو الرصيد الحقيقي ايها الاحبه انت اذا كنت ستذهب الى البنك ماذا تضع في هذا البنك؟ هل تضع فيه تراب مثلا او تضع فيه نفايات أم تختار أفضل شيء تضعه تختار أفضل أنواع العملة وأغلاها تختار مثلا الذهب، المجوهرات، الشي... الأشياء الثمينة اجعل كتابك هذا الذي ستجده أمامك يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرا ستجد أعمالك وكلامك هذا هذا ستجده مثل فيلم فيديو أمامك هذا الك ال 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 الكتاب املاه بذكر الله وبالعمل الصالح وبالنصائح الصالحه وبالعلم النافع نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ويبصرنا بهذا الدين ويزيدنا واياكم علما نافعا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فباي حديث بعد الله Uh <laughs>